إذن مجددا متابعينا ومشاهدينا الكرام، نربط بكم الاتصال من مدينة فاس بطبيعة الحال في القضية ديال السكن الاقتصادي. أكيد تواصل بنا السي محمد يشتكي من إشكال اللي وقع عليه بطبيعة الحال. كيقول أنا خديت شقة بالقرض وعطيت فيها واحد التطبيق وكنت كنخلص الأقساط ديالي، فإذا بيا كنتفاجئ بأن الشقة في أضرار. تواصلت مع الشركة المعنية بطبيعة الحال من أجل ربما استفادة من شقة أخرى اللي تكون كتعوض للشقة الأولى، نقلوا لي نهار الشقة اللي أنا فيها الآن. فإذا بيا كنتفاجئ بأن ربما محكوم بالإفراغ. تفاصيل جدا مؤثرة يحكيها يعني السي محمد، هو طالب مسكين معاشه خدام عساس هنا على مستوى بن سودة المقاطعة ديال زواغة. غتسمعوا التفاصيل. أنا عاود نذكرك السي محمد، ممنوع منعا كليا باش نشهروا بالناس. غتحدث لها القضيه ديالك ولكن بدون ذكر الاسماء لو سامح. تفضل اخويا. السلام عليكم. انا الاسم ديالي محمد المرضي، مولود عام 1985 مدينه فاس. شنو وقع لك؟ وقع شريتي الشقه ديالك الاولى وشنو وقع فيها وكيفاش جيتي للشقه؟ انا شريت السكينه في 2017 من واحد الشركه، مشيت دفعت كريدي، عطاتني الدوله كريدي، خديت ديك الشقه، عطاتني الدوله 21 مليون، وانا خديت ب 22 مليون، مليون المهم خلصت لهم، و 21 مليون عطاتها لي البنكه. من بعد خديت ديك الدويره ديال المده ديال ما بين 5 شهور 6 شهور، كتقسم لي ديك البرطمه على جوج، كنلقى راسي ساكن ما بين جوج ديال العمارات، ما بين عماره 8 وعماره 9، وانايا شاري في العماره 8. من بعد بقيت مع هذه الشركه هذه كنتفاوض، قلت لهم انا بغيتكم ديروا معايا شي حال، واش انايا شريت منكم الدار في نمره ولقيت راسي ساكن جنون وجود نوامل، تيقولوا لي المهم نديروا معك حل نصلحوا لك ونتك واحد البركه وتنزلنا على هذه الدار هذه وتمشي وتبقى ساكن فيها. المهم جيت انا ما قبلتش داك الشيء هذاياك، بقيت معاهم كنتفاوض لمده داك، المهم داك المده اللي كنت كنتفاوض معاهم كنت كنخلص وكنتفاوض معاهم. كيجيو كيديروا كيجيو كيجيبوني لهاد الدار هادي، كيمشيو كيمشيو عند النوطير تيديروا معايا، كيجيو كيكتبوا واحد الورقه تيديروا معايا وعد بالبيع. انا حيت ما قاريش انا، المهم اللي قالوا لي دير تنديروا. الدار الاولى تقسمت على جوج، لقيت راسي ساكن ما بين جوج عماد، تقسمت ترتقت بالجليج ديالها بالبلافو ديالها بالارض ديالها بكل شيء، لقيت راسي ساكن في جوج ديال الموبلات. ها الصور ديال البرطمه هما هادو، ها هما هما. واخا احكي لنا اخويا شنو هادشي اللي كنشوفو دابا؟ الدار تقسمت ليا على جوج بالبلافو ديالها بالارضيه ديالها بكل شيء، ملي كنطلع هكا كنلقى راسي ساكن في جوج ديال البراتم. هذاك النهار هذيك الايام اللي تقسمت لي الدار كان رمضان، كنا كنفطروا في الوقيته ديال رمضان مع الوقيته ديال المغرب، وتقسمت ديك الدار وليدات تخلعوا لي انايا. انا عند بالي شي زينزا، شي 3 ايام وانا المهم جيت خرج درت القيطون جلست في الباب ما تخلعت اعتصمت شي 3 ايام، ومهم جاوا عندي السلطه، جات عندي السلطه ديال ديك البلاصه هذيك ديك المنطقه، جاوا عندي قالوا شنو كتبغي، قلت لهم انا بغيت تحل مع هاد الشركه، بغيت ساكن لوليداتي وبغيتهم يبدلوا لي هاد الدار هذه. كيجيو كيهزوني بديك الدار هذيك الشركه وكيجيبوني لهاد الدار هادي، كيدوني عند النوطير تيديروا معايا الوعد بالبيع وتعطيني الوريقات ديال باش دخلت الماو ديال والضو في هذه النمره هذه اللي ما دخلاش في البنكه. انا شاري من البنكه الدار الاخرى ودابا مسكنيني في الدار هذه، وقال لك انا دابا محتل لهم هذه الدار هذه. انا ما هربتهمش بشي حاجه ديال الحق هاد الناس هادو، انا بغيت دار لوليداتي. نهار الاول راني قبلت بسكنه ووافقت وسينيت على 25 عام باش ندير سكينه لوليداتي، ومن بعد كنكتشف بان هاد الناس هادو نصبوا عليا، وكيقول لك دابا انا ما بغاش، انا الدوله ما تعطينيش جوج مرات الكريدي في الحياه، الدوله كتعطي غير مره واحده في الحياه، وانا شنو نذنب؟ انا ما ذنبي حتى شي حاجه، الذنب ديالهم هما اللي عندهم المشكل، هما اللي خصهم يريقلوا لي الدوسي ديالي ويردوا لي البرطمه ديالي كما كانت. حيت انا الدار هذه ما خطرتهاش انايا، هما اللي خطروا وجابوني ليها. وعاش الملك، عاش الملك. نعم سيدي، نعم سيدي، نعم نعم سيدي، نعم سيدي، الله ينصره الله ينصره، عاش المالك. نعم سيدي. اخويا العزيز دابا الان جيتي من المنزل الاول للمنزل الثاني،
هذا المنزل هذا الثاني اللي استمتي فيه واش بطريقه قانونيه؟ يعني شنو واش داروا معكم شي كونطرا ولا شنو في هذا المنزل الثاني؟ هذا المنزل الثاني راه بالنوطير، انا اصلا هو النوطير كي النوطير النوطير ديال ديك النوطير اصلا ديك ديال ديك الشركه هو اللي تيكتبوا عنده. النوطير جا لعندي هو وديك المسؤول ديال الشركه تال هنا للدار وهزوني بالطوموبيل ديالهم ومشيت معاهم للاداره وداروا معايا الوعد وعطوني الوريقات دياولي، داروا معايا وعد بيع وعطوني وريقات ومشيت انا لدار دار الضو فواد فاس ودرت طلب وجابوا لي المكانه ديال الماء والضو بالسميه ديالي ودخلتها وكنتسنى يقولوا لي الدوسي ديالي وهاد الناس هادو ما يقولوش الدوسي ديالي فيما كانوا ممشين عندهم تقول لي غير تسنى يجي التالي ديال راس العام، التالي ديال راس العام متى يمشي في التالي ديال راس العام؟ تيقول لي حتى الاول راس العام، متى يمشي في الاول ديال راس العام؟ تيقول لي انت غير سكن وانت التالي ديال العام، المهم بقاو معايا هكاك يعني ريقلوا لي الدوسي في 2018 بس سكنوني هنايا وفي 2019 عاود داروا معايا دوسي واحد اخر باش شدوه معايا في الدار هذه وفي 2020 داروا معايا دوسي واحد اخر وفي 2021 داروا معايا دوسي واحد اخر، يعني داك الشيء اللي تيقولوا لي هما تنقبلوا انايا، يعني انا خصني غير حل سلمي، ان انا ما باغيش المشاكل وماشي مولا مشاكل وما غنبغيش لشي واحد المشاكل، انا واحد الانسان مسالم، انا دابا تنطلب من سيدنا ومن المسؤولين ومن السلطه ومساعده وكيل الملك مدينه فاس يدير التحقيق في هذا الشيء هذا، حيت انا واحد الانسان راني ما قاريش ولا كانوا هما سناوني على شي وثيقه، انا ما سانيش على شي وثيقه، هذا الشيء راه فيه الزوير، انا ما سانيش على شي وثيقه، واخا نكون حمق ما غاديش نسوني على شي وثيقه باش تخرج ولادي الزنقه، حيت انا نهار ربما هذا حسب ما قرينا بطبيعه الحال بان هذا المنزل هذا بالموثق باش انت ربما انا داخل هذا المنزل هذا بالموثق بالنوطير بالنوطير داخل هاد الدار هادي بالمكانه بالضو بالسميه ديالي ديال الماء والضو، حيت انا ما نقرش مشيت لهاد الدار هادي، راه هما اللي جابوني لهاد الدار هادي، حيت انا ما قاريش تيقولوا لي دير هادي تندير هادي، تيقولوا لي دير هادي تندير هادي، شنو قالوا لي انا غادي نقلبوا لك هاد النمره بهاد النمره وانت ديالنا السي المرضي وانت ما بغيناش معاك المشاكل وكذا كذا شي وغادي نشوفوا نحاول نديروا هاد الشيء كله ما كاين والو، دابا هاد العامين هادي ما جاوش داروا معايا من 2021 ما جاو لعندي وحتى 2022 كيدعوني هما في المحكمه تيقول لك انا محتل لهم الدار ديالهم تنجي انا تندير محامي معاهم حيت انا ما قاريش عطيت ديك الدواصل ديك المحامي هو اللي تكلف ليا وكنت مطبق معاهم القانون دابا حتى 2023 مسردين لي انا الافراغ بان انا محتل لهم هاد الدار هذه انا ما محتل لهمش هاد الدار هذه انا بغيت حقي انا بغيت ارجع تحقيق في هاد الشيء هذا وانا قابل اي حاجه كيطبقها القانون تنقبلها انا ماشي فوق انا فوق انا مع القانون وعاش الملك وعاش الاسره العلويه وكنطلب من السي الحموشي ومن من السلطه المحليه ومن من من, من سيدنا يشوفوا يديروا التحقيق في هذا الشيء هذا لو كنت انا واحد الانسان غير درويش وواحد الانسان ياتي ما عنديش الوالديه وانا عندي وليدات هما اللي عندي في الحياه ديالي وهاد الناس هادو بغاو يدمروني وبغاو يشردوا لي وليداتي في الزنقه انا راه ما غاديش نسكت على هاد الشيء وكنحملهم المسؤوليه كامله لو وقعت لي شي حاجه حيت هاد الناس هادو راهم تعداو عليا ومرضوني انا من 2017 ملي وقع لي ديك المشكل القانون راه فوق الجميع نعم انا نعم 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 لان هادشي صعيب بزاف هادشي ربما انت طلبتي بفتح تحقيق ربما في هادشي اللي وقع نعم انت الحياه ديالك لو ان ربما غدا عندك التنفيذ غينفذوا عليك شنو غيكون المصير ديالك المرضي وشحال هذه الاسره الحاله العائليه ديال الاسره اللي انا اصلا ولادي مرضوا انا ولادي تعقدوا الدراري عندي غير صغار عندي بنت عندها عام معاقة خلطت لي من عند الله سبحانه وتعالى خلقت معاقة متبع لها الترويض مع هذا المشكل هذا يعني تأثرت أنا يعني شنو نقول لك أنا ما أنا وخا قتلوني راني ما غاديش نخرج من هذا الدار حيت أنا ماشي أنا جيت دخلت لهذا نحترم القانون كنحترم حيت أنا ما استغلتش هذا الدار أنا ماشي جيت واستغلت لهم هذا الدار وغنصب لهم هذا الدار أنا يطبقوا معايا يرجعوا لي الكريدي ديالي كما كان في الأول ونخلص الطريطة ديالي يعني أنا ماشي واحد أنا كنطلب من هذه الشركة هذه يشوفوا فيا حيت راهم تيعرفوا محمد المرضي وتنعرفهم واحد بواحد وتنعرف المدير ديال الشركة الكبير راه ما سايق هذا المدير هذه الشركة راه ما سايقش الخبر
الخبر لهذا الشيء هذايا، ان هادو غير الناس المسؤولين اللي دايرهم هاد السيد هادو في هاد الشركه هادو تيتلاعبوا، اما المؤمن الناس ديال الشركه الكبار راه ما سيقيش لهاد الشيء وما غاديش يقبلوا هاد الشيء هذا يكون. انا الرساله ديالي لهاد الناس ديال هاد الشركه هادي يجيو لعندي ويجلسوا معايا حيت انا ما باغيش معاهم مشاكل. انا هاد الناس هادو بغيتهم يتفاوضوا معايا وجلسوا معايا ورجلوا لي الدوسي ديالي كما كان ونخلص الطريطه ديالي، انا قابل نخلص الطريطه ديالي، ولكن باش يقول غايجيو يخرجوني انا اصلا راني كنبات غير في الزنقه، انا اصلا عساش في هاد الحي هذايا مع هاد الناس الساكنه هما اللي تتعاونوا معايا حيت انا مأثر. انا كنت كنخدم في واحد الوقت كنصور 1500 درهم في السيمانه، كنت صانع تقليدي، ومن بعد ملي جيت بقيت كان في هاد بقيت مع هاد المشاكل هادي تأثرت، وخا كنمشي نخدم كنسمح في الخدمه كنتبعهم كنمشي نعاونهم يعني مرضت تأثرت بزاف. حسوا بيا انا راه من 2017 وانا مريض نفساني تعقلت، ما بقيتش السيد اللي كنت هو اللي كنت شحال هادي هو السيد ديال دابا، وزاد زدت مرض دابا الاسره ديالي مرضت، انا مابقاش النفسيه ديالي تأثرت بزاف، راني نتسهون الموت وما نشوفش ولدي في الزنقه، هسراني نموت وما نشوفش ولادي في الزنقه، وانا اللي بغاو يجيو يديوني ويخليوا لي وليداتي هنايا، انا يقتلوني غير يقتلوني ويخرجوني ولادي في الزنقه، عاش الملك. وانا راني شوف انسان تيموت على ولاده وعلى بلاده، لا شتي تحمل لا قعدت لي شي حاجه، انا تنحملهم المسؤوليه الكامله في هذا الشيء هذا اللي واقع، وانا تنطلب من جلاله الملك ومن السي الحموشي ومن السيد وكيل الملك ديال مدينه فاس يدير تحقيق في هذا الشيء هذا، انا راني مظلوم، انا راه ما سانيش على شي ورقه اللي سميتها الافراغ، انا راه ما انا واحد الانسان ما قاريش، انا واحد الانسان عندي نيشان ما تنعرفش الكذوب ما تنعرفش النفاق، عندي نيشان مي تنتلقى مع شي واحد تنتلقى معاه بالخير وما تنبغيلوش الضروره، تنبغي الخير لاي واحد. انا سولوا عليا هاد الناس هادو ديال هاد السكينه كامله، انا كندير واحد الحاجه اللي في مصلحه ديال الدوله ديالنا وتنحب الوطن وتنحب هاد الرايه هادي وغادي نموت على هاد الرايه هادي، وهذا سيدنا فوق هاد الناس هادو كاملين، وانا راني ما غاديش نخاف. عاش الملك، عاش الملك وعاش الاسره العلويه، وكنطلب من سيدنا يشوف اذا شاف هاد الشيء هذا يدير لي تحقيق، انا راه الانسان مظلوم وراه الناس ظلموني بزاف واثروا عليا، وانا تاثرت لواحد الدرجه اللي يمكن لي كيبقى يبان لي الانتحار، فهمتي علاش كيبقى يبان لي الانتحار حيت هاد الناس متعدين عليا. عطيني رجال عندك، واخا كتسمعوا بطبيعه الحال المرضي عالم بغير الله اكيد، ويطالب ويناشد الجهات المسؤولة باش انهم فقط يفتحوا تحقيق، وما عنده مشكل شوف غير باش نكون واقعين، هو ما باغيش يتشرد، ما باغيش يخرج هاد الزنقة، هو مع القرارات اكيد الصادرة على المحكمة الموقرة ولا نشكك في نزاهة القضاء المغربي اكيد، ولكن هو كيستعطف لربما الجهات المسؤولة باش لانهم لا الشركة ولا الجهات اللي مشرفة على لربما التشرد ديال هاد السيد، غيخرج الشارع. شريفة انت الزوجة ديال المرضي؟ انا الزوجة ديالو. واخا لالا قربي شي شوية هكاك، المصير ديالك الان دابا لو انه تم لربما الحكم الافراغ والتنفيذ لهذا الحكم شنو غيكون المصير ديالك؟ انا يا بغيت اخويا غير يجلسوا معنا هاد الناس المسؤولين وهاد ديال الشركة وداك الشيء، انا بغينا يجلسوا يديروا معنا حل. تفضل. جلس انت. جلسوا معنا ويديروا معنا حل لهاد الشيء. هاد السكن دابا جايه الشتا والبرد وهذا، واش حنا فين غنخرج انا وولادي وفين غندير؟ واش سيدنا حنا الناس ديال الزنزال وحما هاد الشيء وحنايا غيشردونا برا في الزنقه، وانا عندي ثلاثه د الوليدات فين غنمشي؟ ما عنديش انا فين نمشي، انا يجلسوا معايا هاد الناس المسؤولين وندير معاهم حل. انا باغيه السكن، انا باغيه السكن، انا ما باغيه حتى شي حاجه، انا باغيه غير سكنه فين تسقر انا وولادي في هاد الشتا والبرد، انا ما باغيه والو منهم، انا يجلسوا معايا وندير معايا حل، ديروا لي كريدي نخلصوا اللي بغاو يديروه معايا نديروه معاهم. واخا لالا عطيني رجال عندك. اذا متابعينا كما سمعتوا هاد الناس فاتحين بطبيعه الحال باب الحوار واكيد يناشدون الجهات المسؤوله. خويا الله يكثر لك الخير ديالك، لما تخليني ما تغطيليش الرايه صاحبي، ما تغطيليش الرايه، الله يكثر خير. الرايه ديال سيدنا، الرايه ديال بلادنا ما خصهاش تبان مثوره ولا. فاكيد هاد الناس يطالبون يعني بانصافهم، المصير ديالي غيكون الشارع، هل ترضى لمواطن مغربي على انه يخرج الشارع؟ بعد ما ربما عنده سكن اللي سيدنا الله ينصره الله يطول في عمره
راه عاطي السكن الاقتصادي وكيستافدوا منه الدراويش اللي كيستحقوا. فهاد الناس راهم دراويش وكيستحقوا السكن الاقتصادي. فالله يجازيكم بخير. نتمنى من الشركه، حنا ضد اي تشهير ولم يتم ذكر لا الاسم ديال الشركه وماشي الغرض ديالنا والهدف ديالنا اننا نشهروا. حنا وصينا السيد باش ما يشهرش وما يقولش اسم الشركه، لان هذه قضيه ممكن لان العديد من القضايا يتم البت فيها، ولكن هذه قضيه ما غنعموهاش. نتمنوا صادقين باش ان هذه القضيه توقف هنا، وبان هذا السيد هذا يستافد من السكن ويتم اعاده النظر في القضيه ديالو. ما غنطولش بزاف، الرساله ديالك واضحه، الباب مفتوح، كذلك حق الرد في اطار يعني القانون الجاري به العمل مكفول للجميع، حق الرد مكفول للجميع، وهذا الشيء كيتحمل هو كامل المسؤوليه في هذا الشيء كيقول. لا نتبنى هذه الروايه وكنكتفي بنقل صوت المواطن. شكرا متابعينا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.